يا مساء الفل، كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة ومصر وشعبها ونيلها وجيشها بألف خير يا رب، وعام 2015 كل واحد يحقق كل أمنية تمناها، اللهم أمين، ويخلي مصر تعيش في أمان، واقتصادها يتحسن، واللي ما اشتغلش يشتغل، واللي ما اتجوزتش تتجوز، واللي ما اتجوزش يتجوز برضه. النهارده حلقة آخر الأسبوع وآخر حلقة في نهاية هذا العام، وطبعا هنشوفكم ان شاء الله بعد ايام معدودة في العام الميلادي الجديد. احنا زي ما احنا سبت حد اتنين مساء الخير من 10 بالليل لواحدة صباحا، بس ان شاء الله يبقى في فقرات احدث واجد. كل سنة وانتم طيبين، عايزكم تفرحوا تنبسطوا، سيبك من الغم، سيبك من برامج توك شو الا مساء الخير لانه مش توك شو. عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ هيس وانبسط بكرة وبعد بكرة. مش شرط ان انت تروح يمين ولا شمال وتمشي في سكه شمال، لا، شويه فول وسوداني، حاجه ساقعه، هات مراتك واولادك حواليك، اقعد ساعتين اتفرج على مسرحيه، على فيلم ابيض واسود، قول لام العيال تجهز لك لقمه حلوه، ولحد ما تجهز اللقمه الحلوه انزل اقعد مع اصحابك على القهوه ساعه ولا ساعتين. عايزك تغير جو، اغسل همومك عشان تستقبل عام ميلادي جديد باذن الله يكون فيه كل خير ليك ولاسرتك. النهارده في حلقه نهايه الاسبوع او نهايه العام عندنا فقرات كتيره جدا، جزء منها زي ما احنا قدمنا اليومين اللي فاتوا عدد من التحقيقات اللي احنا عملناها في برنامجكم مساء الخير، اكتر من 70 تحقيق انا لفيت فيه انا وفريق الاعداد، مسحنا تقريبا كل محافظات مصر بلا استثناء، بس قلنا في هذه الحلقه بقى اخر حلقة في نهاية هذا العام هنركز او نقدم عدد من التحقيقات اللي كان فيها امل وادتنا امل في مصر المستقبل. هنشوف تحقيق عملناه مع المايسترو الكبير سليم سحاب مع عدد من الاطفال، اطفال الملاجئ او اللي لهم ظروف اجتماعية خاصة عشان يجهز فيها اوركسترا اطفال مصر، واللي مفروض يعزف امام السيسي وقادة العالم في افتتاح قناة السويس. هنعرض ايضا لتحقيق انا صورته من فوق سطح محافظة الجيزة، ازاي مبنى حكومي زي ده يقدر يوفر لنفسه الطاقة الشمسية ويوفر الكهرباء للدولة. رحنا ايضا هعرض لكم تحقيق افكركم بيه من سور الازبكية، ايه وضعه وحاله ومحتاله، وايضا رحنا لمستشفى ايادي المستقبل موجودة في الاسكندرية، مستشفى تبرع به مواطن مصري طبيب عالم مصري كبير عاش في بريطانيا 35 سنة وجه مصر قرر يعمل هذا المستشفى مستشفى ايادي المستقبل، وغيره من التحقيقات الايجابية. كل التحقيقات كانت ايجابية اللي احنا قدمناها حتى لو انتقدنا اوضاع، هذه التحقيقات بس تدينا دفعة للامل وللمستقبل في العام الجديد. ايضا في الفقرة الرئيسية النهاردة هيشرفني المبدع المخرج العبقري خالد جلال اللي بيحيي المسرح من جديد، وايضا بيقدم وبيثبت ان مصر فعلا ولادة، بيقدم جيل جديد من النجوم الشباب من خلال عرض مسرحي اسمه بعد الليل. وفي فقرتنا الطبية النهاردة هتشرفني خبيرة التغذية الدكتورة ايمان فكري استشاري التغذية العلاجية، ونقعد نسمع منها كلمتين، اللي عاوز يتخن يتخن، اللي عاوز يخس يخس، بس لازم نجيبها وتقول لنا كلمتين. طيب تعالوا بقى الجزء مهم جدا النهارده عايز اتكلم فيه في اول حلقتنا. انا من اول ديسمبر عمال اقول لكم يا جماعه الخير عايزين نعمل استفتاء من هو افضل وزير في حكومه محلب اداء، ده من وجهه نظر جمهور مساء الخير، ومن هو اسوأ الوزراء اداء. في وزراء طبعا الدنيا بايظه ومكسرين، لكن انا عايزكم انتوا اللي تقولوا، وطلبت منكم في اول ديسمبر انكم تدخلوا على صفحة البرنامج على الفيسبوك وتحددوا افضل وزير اداء، اقل الوزراء اداء، ولماذا، ثم المحافظين، المحافظة اللي انت عايش فيها اداء المحافظ عندك ايه، جيد ولا سيء. وعايز اقول لكم النهاردة احنا هنعلن النتيجة، نتيجة استفتاء مساء الخير، بس عايز اقول لكم هذا الاستفتاء قررنا في برنامج مساء الخير ان شاء الله يكون استفتاء شهر،
في نهاية كل شهر هنقيم الوزراء والمسؤولين في مصر، ولو عندكم مسؤولين عايزين يدخلوا في قلب هذا الاستفتاء بلغونا عليه. تعال أقول لكم نتيجة الاستفتاء، من هو أفضل وزير أداء في حكومة محلب من وجهة نظر مشاهدي مساء الخير؟ ما اقدرش اقول ده استفتاء بين كل سكان مصر بره وجوه، بس مشاهدي مساء الخير وهم ما شاء الله بالملايين، افضل وزير اداء في حكومه محلب فاز بهذا اللقب مين؟ الدكتور خالد حنفي وزير التموين فاز بلقب افضل وزير اداء بنسبه 51% من الاصوات في استفتاء الوزراء. ليه بقى؟ اللي اختاروا خالد حنفي وزير التموين قالوا هنديله افضل وزير اداء بسبب ادائه الجيد في المنظومه الجديده للتموين رغم وجود شكاوى تتعلق بمنظومه الخبز في بعض المحافظات من محافظه المنوفيه، لكن وزير التموين مفيش واحد صوت له انه أسوأ وزير. تاني افضل الوزراء اداء، وهو طبعا يعني هو مش وزير ده رئيس الوزراء، بس عدد من الساده المشاهدين اختاروا المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء انه ثاني افضل الوزراء اداء او في المجموعه الوزاريه، وحقق ده بنسبه 15%. احنا الامانه استبعدنا قلنا مش عايزين رئيس وزراء بس اسم ابراهيم محلب جه ويستحق ده، والناس وصفوه بانه اعتباره شعله نشاط ووجوده بين الناس، هم احساسهم ان رئيس الوزراء متواصل معه. طيب هل في ثالث افضل وزير؟ نعم، فاز بهذا اللقب 2 من الوزراء، الاول وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، الثاني معاه ايضا في نفس الترتيب اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، كل واحد منهم خد 6%. في اسماء عدد من الوزراء دخلوا في التقييم كافضل وزراء لكن طبعا ما حصلوش على المركز الاول او الثاني او الثالث. هؤلاء الوزراء كانوا وزراء الدفاع والتخطيط والخارجية على الترتيب. يبقى افضل وزير بالنسبة لمشاهدي برنامج مساء الخير هو الدكتور خالد حنفي وزير التموين، وفاز بها في استفتاء مساء الخير. تعالوا ناخد بقى اسوأ وزير اداء، من هو اقل الوزراء اداء بالنسبة لمشاهدي مساء الخير؟ فاز بلقب اقل الوزراء اداء، عشان برضو احنا ليلة مفترجة مش عايزين نقول اسوأ، اقل الوزراء اداء في حكومة محلب كان الدكتور محمود ابو النصر وزير التعليم، حصل على هذا اللقب، لقب الاقل اداء في الحكومة، وحصل منفردا على 20% من اجمالي الاصوات السلبية، ولم يحصل على صوت واحد كافضل اداء وزراء. ثاني اسوأ الوزراء اداء مين؟ كان الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، وكل تعليقات الناس انصبت، تردي احوال المستشفيات الحكوميه، غياب الخدمات الاساسيه في الريف، عدم وجود رقابه على المؤسسات الصحيه، غياب اساسيات الاسعافات الاوليه. اذا كان محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم حصل على الأسوأ بنسبه 20%، عادل عدوي وزير الصحه حصل على ثاني أسوأ وزير بنسبه 12%، لكن ذكر اسمه في خانة الوزراء الافضل اداء بس بنسبة 1%، وبالتالي ما ينفعش يصعد معانا في الافضل، انتقل الى خانة الاسوأ. ثالث اسوأ الوزراء لقب اقتسموا وزيرين، هما الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ثم وزير الزراعة عادل بلتاجي، كل واحد منهم خد 10% من الاصوات السلبية باختيارهم اسوأ الوزراء اداء. وزير الكهرباء بسبب ميراث موسم الصيف واستمرار انقطاع الكهرباء، اما وزير الزراعة تم اختياره ضمن الاسوأ بسبب ازمات القطن والقصب وارتفاع اسعار السلع الزراعية ونقص الاسمدة وعدم مكافحة الفساد في وزارته. يبقى خلينا نعلن كده بالنسبة لحكومة مهندس ابراهيم محلب، افضل الوزراء اداء خالد حنفي، اسوأ الوزراء اداء كان وزير التربية والتعليم. تعالوا بقى نتكلم عن المحافظات. افضل المحافظين، يعني هو لم يذكر محافظين كتير، بس افضل محافظ حصل تقريبا حالة امتناع بين كل السادة المشاهدين في هذا الاستفتاء، ما لقوش اختيار الافضل، يعني 2% من الاجمالي اختاروا اسماء محافظين ضمن الافضل، وللأسف دي نسبة ضئيلة للغاية لا تصلح انها تكون يعني نتيجة اقول عليها الافضل، لكن ذكر اسم مثلا لواء مصطفى دود محافظ البحيرة، بس ممكن نسميها تحت افضل الوحشين،
وكان مصطفى عدود محافظ البحيرة هو الوحيد اللي حصل على أصوات إيجابية تتساوى مع الأصوات السلبية، يعني لا جنة ولا نار، بقى واقف في النص كده، لكن تقدر تعتبره ان هو المحافظ اللي حصل على نسبة جيدة. اما قائمة اسوأ المحافظين اداء، ودي رسالة للمهندس ابراهيم محلب زي ما كان قال لنا الاسبوع اللي فات كده، ان هناك تغيير المحافظين سريع جدا. اسوأ المحافظين اداء ضمت 21 محافظ، يعني تقريبا كل المحافظات. اسوأ محافظ كان اللواء عمر الشواد في محافظة الدقهلية، حصل لوحده على 15% من الاصوات السلبية، وكان معظم الشكاوى انه غير متواجد، غير فعال، وجود ازمات في القمامة، المواصلات، توسع فساد المحليات في الدقهلية، حالة الطرق والمرافق. تاني اسوأ المحافظين الدكتور جلال، الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، ثم اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية، كل واحد منهم خد 13%. المشاكل تقريبا متشابهة بين القاهرة والاسكندرية، القمامة العشوائية، فوضى المواصلات، كل ده كان موجود. ثالث اسوأ المحافظين استحوذ عليه الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، وحصد على 10%. يبقى اسوأ، طبعا وذكرت بقية اسماء السادة المحافظين في الاسوأ، محافظ الفيوم، المنيا، القليوبية الشرقية، على الترتيب، والمحافظين الاربعة مجتمعين حصدوا على 23%. يبقى خلينا نقول ان افضل محافظ تجاوزا هيكون اللواء مصطفى عدود محافظ البحيرة، اسوأ محافظ كان اللواء عمر الشواتفي محافظ الدقهلية، وده نتيجة استفتاء هذا العام. اعدكم ان شاء الله بداية من العام القادم في يناير هيبقى استفتاء مساء الخير ثابت شهريا، حضراتكم اللي هتقيموا اداء المحافظين والوزراء، من عمل خيرا فلنفسه وللسادة المواطنين، ومن عمل سيئا يبقى يحاسب عليه. اشوفكم بعد الفاصل، كل سنة وانتم طيبين.